هنا بسوق المواشي بدائرة سيدي عيسى لا تزال أسعار الأضاحي تعرف تذبذباً وعدم استقرار، أين يجد المشتري نفسه ضائعاً بين الغلاء والجهل بمعايير اختيار الأضحية. طاولوا 12 غير 200، قال لي ما نبيعوش، زدتوا 200 ألف، 12 مليون، قال لي 14 مليون. السلعة صح الله يبارك، هو ذا الله يبارك صح 12 مليون ذا الله يبارك. زدت له 51 ونص وما حبش يبيع لي. ما نبيع لكش. زدت له 150 في الراس. وراه كرشو كبيرة. يا وزيد دراهم. يا وزدت. 6 راه 8 9 10 6 انا سولت انا قلت نشري ب 6 6 ونص وما لقيتش الخرفة اللي تحت 8 ما كانش. مواصفات ومعايير يعتبرها بعض الموالين أساسية في تمييز الأضاحي واختيار أنسبها، ناهيك عن اختيار سلالة جيدة. السن كل عام يبدل، الأخر في دروي العام يطلع اثني، عامين ربع، ثلاث سنين سداس، ربع سنين يدخل في القرع. زوج سنين وربع أرباع وستة سداس. كي يجبل فمو يكمل. هذا الشيخ عجاب الفمو يولي سداس. الربع عنده عامين، السداس ثلاث سنين يسدس. واثني عنده عام. تعلم سيليجي حرش خويا. جيت الليغا تاعو جي حرش وجي مكسل وكاينه سلاله زينه قاعدة اللي ما عرفها بها البلاد نحن الجزائر تاع ولاد جلال يجي اجدل يجي مكسل يجي زين هذه هي السلاله الزينه قاعدة. يبدو ان الظفر باضحيه بمعايير الجوده وبسعر توافقي شيء صعب ان لم نقل مستحيل ليبقى الغلاء يفرض منطق الموال.